منذ أكثر من 4 أشهر تتفاقم أزمة المحروقات في لبنان. تطول الأزمة وتطول معها الطوابير أمام محطات الوقود. أزمة تهدر وقت اللبنانيين وصحتهم. هي مشاهد لم تعد استثناء، بل باتت جزءاً لا يتجزأ من يوميات المواطنين. على الرغم من ارتفاع سعر صفيحة البنزين، إلا أن الوضع لم يتغير. صرنا نحن أقرب صف تقريباً صرنا ساعة ونص ناطرين، غير اللي ورا صرنا بالساعات. هيدا أقل شيء عم نحكي، النطرة، الزل. مصادر نقابة موزعي المحروقات تشير إلى احتمال رفع الدعم نهائياً قبل نهاية سبتمبر. السوق اللبناني حجمه صغير، وبالتالي لو كان الاستيراد عم بيتم بس للسوق اللبناني لوحده أكيد ما كنا شفنا أي أزمة من الأزمات هذه. المشكلة إنه عم بيكون في استيراد للسوق السوري، مهما كان الحل اللي بتعتمده الحكومة شو ما كان يكون نوعه، حتى لو كان التحرير بالكامل، هذا الأمر ما رح يحل الأزمة، لأنه بكل بساطة نحن بنعرف أنه نحن بحاجة لكمية معينة من الدولارات، وهذه الكمية محدودة، موجودة عند مصرف لبنان، موجودة بالسوق ولكنها محدودة. في حال رفع الدعم كليا، يصبح سعر صفيحة البنزين يساوي تقريبا نصف الحد الأدنى للأجور. في المقابل لم تعر الدولة اللبنانية أي اهتمام لتطوير نقل عام في البلاد، لا مترو، لا قطار، لا أي نقل مشترك منظم، ولا حتى طريقاً مخصصاً للدراجات الهوائية. وسط كل هذا الغياب سيكون وقع الأزمة ثقيلاً، فكيف سيتنقل اللبنانيون؟ وهل يستفيق المعنيون ويباشرون في تنفيذ مشروع نقل بديل؟